إذا اليوم الجريدة ديال الوطن العربي كتواجد بالجماعة ديال سيدي حجاج واد حصار، الجماعة ديال سيدي حجاج واد حصار اللي فيها واحد الاعتصام مفتوح أو لا سأقول إضراب، هذا الإضراب اللي بدا من لو 17 نوفمبر يعني من نهار 17 في نوان بير، وهاد الدراري على نوع الإضراب ما عرفتش انا فين كاين المشكل، لان كنتفاجئ انايا كندوز من الطريق كنلقاهم باقين دايرين الاضراب. واش المسؤولين الاداريين اللي عندنا ما دارهم والو؟ حسين الحارتي اللي هو من ضمن الناس اللي كاينين هنايا في هذا الاضراب المفتوح اللي ما عرفناش امتى غادي يسالي. اولا مرحبا بكم. بارك الله فيك، شكرا على الدعوه. بالنسبة أنا أحد عمال الشركة العالمية للصلب بسيدي حجاج. هذه الشركة هذه الأغلبية فينا خدام تقريبا واحد 13 عام 14 عام. السنوات الأخيرة هاد عامين أو ثلاث سنوات تقريبا تنعيشوا مجموعة من التعسفات ومن اضطهادات، مجموعة من الأمور اللي ما بقيناش مرتاحين داخل هاد الشركة هذه. بغينا نوصلوا للمشاهد الكريم باش يعرف الرأي الوطني ويعرف الرأي العام اشنا هما يعني الشرارة الأولى ديال المشكل، منين ناض المشكل؟ المشكل هو أن خصوصا من بعد هاد كوفيد 19 بدا المشكل في البداية ديال السنة ديال 2020، يعني تنتفاجئوا أن النص ديال الشركة العمال كيريحوهم بدون سابق إنذار. احنا وكيقول لك الشركة في أزمة، الناس اللي رايحهم كاين الناس اللي رايحهم عطاهم نسبة ديال 50% بدون كما تنقولوا شي جيوستيفي، بقينا كما تنقول مرميين في الشارع. تكون مكتب يعني بعد الضغوطات ومن بعد الاضطهادات، وان تقريبا لاسيرونس من 2019 ما تتخلصش، 2020 حتى هي ما تتخلصش، نقصونا من لي بريم، نقصونا من السويع، تنخدموا الحدوده تنخدموا الحدود وكيعوضوهم لينا كيقول لك ما تخلصش فيهم وغتعوضهم الايام العاديه. وكاين مجموعه الضغوطات. المطلب الواحد هو هاد الناس يرجعوهم يخدموا. احنا ما عندنا لا ملف مطلبي لا والو، احنا باغيين غير المستحقات ديالنا. التامين يتخلص، سيمير ما مخلصاش عامين ونص تقريبا، وتحيدوا التعسفات والاضطهادات، وبغينا ندخلوا بالسيديتي. يعني مكتب، عندنا مكتب دابا نقابي، وخاصة الناس ما يحاربوش الحريات النقابيه. الرساله ديالنا راه واضحه وضوح الشمس، ان هاد الناس يرجعوا الاماكن ديالهم. احنا ما عندنا كما تنقول ما عندنا لا ملف مطلبي لا متطلبات لا والو، بغينا غير المستحقات ديالنا ترجع لينا ونستأنفوا العمل ديالنا. وحنا مستعدين، هذه رسالة نوجهها للباترون، لأن الباترون حنا خدامين مع الباترون ما خدامينش مع أشخاص أخرين، أننا نوقفوا معاه تتوقف الشركة عاوتاني من جديد. راه جاو ناس دايرين به راه كيخربوا في هذه الشركة هذه. حنا عشنا تقريبا 13 عام مضحيين معاهم في الصحة ديالنا، في الريسك ديال، لأن الضمون ديال الحديد راه كلشي كيعرفوا، ومع ذلك يعني تنتعاونوا وكلشي، ولكن من تنجيو في آخر المطاف كيجي مسؤول. هاد الناس دخلوا الناس بجداد بلا كونطرا بلا والو، وكاينين اتراك عاوتاني وكاينين الناس دخلهم بلا كونطرا بلا والو، باش انا يزعزعوا الاستقرار ديالنا. حنا كنعرفوا بان جميع الشركات الحق او الاول او يعني يعطى لابن المنطقه، يعني واش كاين واحد النسبه مئويه عندكم هنايا ولا ما كاينش نساب؟ ولا ما كاينش نساب قليله، كاين ابناء المنطقه ولكن نسب قليله. واش يعني غادي نرجعوا لواحد الموضوع اللي هو مهم جدا، واش ما كتشوفوش بان راه هاد الشركه هذه كيصدروا منها يعني بزاف ديال الدخان اللي كيسبب التلوث في المنطقه ويعني وقتل الناس في واحد الوقت، يعني الناس كتشكى منه، واش ما كتشوفوش انتم هاد الشركه يعني واش هي في المكان ديالها الحقيقي؟ هو ما نقدرش نقول لك بالنسبه ديال التلوث ديال المنطقه، خاص الناس ديال المنطقه هو يتحدثوا عليها. انا نقدر نقول لك هذاك الشيء اللي تنعيشوا لداخل. حنا عندنا الغبره لداخل، عندنا الريسك، عندنا انواع الريسك اللي غتقدر طيح على بالك، حنا عندنا تماك. اذا حنا يعني كان في العلم ديالنا ان يعني الاخوان توصلوا لشي مقترح في العمله ديال الاقليم ديال مديونه النهار الجمعه، فيعني بغينا السي مصطفى المعاوده انه هو غادي يدوي لنا على هذا المقترح
اشنو فيه وكيفاش عاوتاني يعني جيتو وما دخلتوش بعد هذاك المقترح؟ كان نهار الجمعه كان اجتماع مع اللجنه الاقليميه ديال عماله مديونه باش انهم يتوصلوا للصلح بينهم وبين المشيخين ديالنا. عطاو اقتراحات الناس ديال المكتب النقابي والناس ديال الكونفدراليه تقبلوا هذوك الاقتراحات. اذا بهم حنا كانت عندنا واحد النيه حسنه. جمعنا الاضراب ديالنا ومشينا نهار السبت. اذا به نهار الاثنين ما سناش لينا على الاقتراحات اللي حطوهم واللي حنا قبلناهم ما سناش عليهم، كانت نيه مبيته وحنا بقينا مواصلين الاضراب ديالنا. اذا غادي يكون معنا واحد الاخ حتى هو اللي ممكن يعني يفيدنا في هذا الموضوع. يعني شنو كتوقع من هنا لقدام؟ اللي تنتوقع انا حاليا حنا ناويين على الخير وما تنويوش شي حاجه اللي هي تضر بالشركه اولا بالعمال على الوجه الخصوص، ولكن الاداره تنشوف بان عندها نيه مبيته. ما عرفتش شنو هي النتيجه لانها ولات تتلاعب بالقرارات ديالها وبالشطط ديالها وكتضحك على السلطه، لان السلطه هذيك مقام عالي انه هي يوصل بها الدناءه انها تولي تمرر الكلمه وما توفاش بها حتى مع السلطات المركزيه في شخص العماله. هذا الشيء هذا راه كتبيا كيقول لك اعطيني، لو كان تعطيني سميتو اعطيني الفلوس ندير لك طريق في البحر. اذن العماله كتقوم الدور ديالها، ولكن السيد احنا ما عرفناش شنو ناوي. للاسف الشديد احنا تنتبعوا المساطر القانونيه تنشوف فيها تخرج. الرساله ديالك للاخوان هنايا؟ رساله الاخوان ديالنا راهم عايشين معنا الوضع وحنا متعايشين وعارفين شنو هو كاين. وبالنسبه للمشغل ديالنا احنا تنحترموه كاملين، وهاد مسامر الميدا اللي داخلين لتحت راه هما اللي تيديروا هاد المشاكل. ما احنا لو كان كنا منا الحاج ما نطلبوا منه والو، ما نطلبوا منه حتى شي حاجه. حتى داك النصب وداك الاحتيال اللي خدام في المستحقات ديالنا، ولو كان يقول لنا الحاجه ودي تصبروا عليا عام عامين، احنا الحاج فوق راسنا، لان احنا كبرنا اولادنا معاه والحمد لله عايشين بخير. والا جات الازمه عند الحاج وقال لنا ودي صبروا عليا ماشي مشكل، ولكن هاد الناس هادو تيستعملوا. احنا قبل لا نخرجوا الاضراب راه شلنا شحال من واحد تكزر، راه باقي في المحكمه فوق 140 دوسي ديال العمال اللي كانوا معنا. اذا احنا كنتسناو على نوبتنا فوق كتجي المقصله، وهذا الشيء هذا راه ما بغيناش، هذا هو اللي كاين. إذن هذه رسالة للسيد صاحب هذه الشركة، مادام أن يعني كاين صلة وصل اللي هي كتخسر المصالح بينه وبين هاد الناس وبينه، فكنتمناو أنه يسمع النداء ديالنا ويستجب لهاد الناس ويجلس معاهم أطابل وغادي يكون خير إن شاء الله.